إسرائيل لم تعد تتمتع بالاحتكار في التحكم بالرأي العام. لأنه أول انتقاد لنتنياهو في داخل إسرائيل وأكبر انتقاد أنه جزأ التعاطف مع إسرائيل بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. يعني لما بطلع أنا من 107 نائب أمريكي من الحزب الديمقراطي يحتجون على صفقة القرن بأنها غير عادلة للفلسطينيين، هذا في رأيي مهم جدا. لما بيكون اثنين على الأقل من المرشحين من الحزب الديمقراطي بأيدوا العدالة والإنصاف وإنشاء دولة فلسطينية وأنه لا حل بدون دولتين، معناته هذا في تقدم كبير. الذي يقول لك بأن إسرائيل بتخصص مبالغ مشان تحارب محاولات الطلبة في الجامعات البي دي اس وغيرها، هذا معناته بدأ يشكل خطر. حتى أنه أمريكا برئاسة الرئيس ترامب أصدرت قانونا تقول بأنه الجامعات التي تنتقد فيها إسرائيل أو يدعو إلى مقاطعة إسرائيل هي ترتكب مخالفة، ولذلك سيمنع عنها التمويل والدعم. يعني أكبر من هيك مخالفة لحقوق الإنسان وللحرية التعبير وللمادة الأولى والثانية من الدستور الأمريكي ما في. معناته هذه المجموعات تشكل خطر. معناه هذا طبعا معناته العالم ما عاد يتلقى، وأن إسرائيل فقدت كثيرا حتى بين يهود أمريكا، فقدت كثيرا من مرجعيتها اللي كانت تبيعها للناس، المرجعية الأخلاقية والمعنوية. إذن بدك تعطي البديل للناس. أنا كل مرة بقعد مع الناس، إذا الله أعطاني يعني ساعة الصدر وأعطاني يعني أطلق يعني زي انطبقت علي دعوة النبي موسى عليه السلام شايف في وادي المقدس طوى وحلو العقدة من لساني يفقه قولي، أقول بأنه أنه في بالعكس الجانب وخاصة بين الشباب عندهم رغبة في السماع. أمريكا الآن فيها polarization، فيها استقطاب كبير جدا. هذه كمان فرصة. أمريكا لم تعد هي اللاعب الوحيد دوليا في العالم، وإن كانت الصين لسه مترددة تأخذ دور بحجمها، لكنها في المستقبل سوف تفعل لأن مصالحها ستفرض عليها ذلك. فنحن المزبوط ما نيأس، لا نيأس أبدا، نطلع على التغيرات الدولية والتغيرات الإقليمية وكذا، ونخلق عنا الظروف اللي دائما تساعدنا، مش مشان نقول زي ما كنا نحكي بدنا نرمي إسرائيل في البحر، لا، مشان نقنعهم أنه هذا عدم إعطائهم الفلسطينيين حقوقهم المشروعة لن يجديهم نفعا في المستقبل، سينعكس عليه.